نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين ليفربول وضيفه ريال مدريد، ويلتقي الفريقان وجه لوجه من جديد للمرة الثالثة في الأعوام الثلاثة الماضية التي كانت الغلبة فيها لصالح الفريق الملكي، ويهيمن الملكي باكتساح على البطولة القارية الأهم للأندية بحيث أصبح كابوسا وعقدة للريدز، رغم أن الكفة متعادلة تاريخيا، ويعاني ليفربول من الغيابات ويتمنى عودة اللاعبين الأساسيين وقد بات في حالة يحثى لها بعد انتهاء الموسم مبكرا للغاية بالنسبة له، حيث خرج من المنافسة على لقب البريمير ليج بل حتى من المنافسة على المراكز الأربع الأولى من الدوري الإنجليزي المؤهلة إلى دوري الأبطال، فضلا عن توديعه بطولة كأس إنجلترا. ولا يبدو ريال مدريد في أفضل حالته والآخر، وإن كان ما يزال يتمسك بالأمل رغم أن كل شيء قد يذهب أدراج الرياح إذا لم يصفق خلال الأيام العشرين المقبلة. نحتاج إلى لعب مباراة خارقة، نريد لعب مباراتين خارقتين كي نتأهل، لكن ليس لدي مشكلة في ذلك، لأنك ما لم تقدم أفضل ما لديك فلن تحظى بالفرصة. لا يتوجب على ريال مدريد تقديم أفضل ما لديه، ومع ذلك تبقى حظوظهم قائمة، وهناك يكمن الفرق، وهذا أمر استثنائي، وأتطلع للمواجهة. وفي لقاء آخر يلتقي إيندراخت فرانكفورت الألماني مع مضيفه نابولي الإيطالي الذي خطف الأضواء في دور المجموعات، حين فاز متصدر الكالتشيو بأول 5 جولات في المجموعة بفضل تألق لاعبه فيكتور أوسيمين، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة على يد ليفربول الذي أنهى هذا الدور في وصافة المجموعة. أما فرانكفورت فلا يزال مستمرا في بطولة بفضل القفزة الهائلة في مستواه خلال دور المجموعات، وتحديدا حين فاز على مارسيليا وسبورتينغ لشبونة الذي أقصاها من البطولة بعد أن ضمن الفريق الألماني الصدارة، وحافظ ممثل الكرة الألمانية على المستوى الذي فاز به بالدوري الأوروبي، وما يزال في المراكز المتقدمة من البوندسليغا رغم أن انطلاقة الموسم لم تكن مثالية بالنسبة له. الأربعاء يستأنف مانشستر سيتي الإنجليزي سعيه نحو إحراز باب كرة ألقابه في دوري أبطال أوروبا، عندما تحول كتيبة المدرب بيب غوارديولا على لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي، لكن الأمور لا تسير على ما يرام في صفوف سيتيزنز على أرض الملعب أو خارجه، وبدأ أن سيتي وجه رسالة في دوري عندما هزم أرسنال ب3-1 في عقر دار الأخير منتزعا منه صدار الأسبوع الماضي، قبل أن يتخلى عنها مجددا بعد 4 أيام بسقوطه في فخ التعادل بهدف مثله أمام نوتنغهام فورست، كما يخوض الفريق مبارياته في مختلف المسابقات وسط غيوم ملبدة بعد اتهام النادي بأكثر من 100 خرق للقواعد المالية التي تعود إلى موسم 2009-2010، ولم يفوز سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا إطلاقا، كما أن غوارديولا تحديدا المتوج مرتين كمدرب لبرشلونة لم يفعل ذلك منذ 2011 في موسم قبل الأخير بالكامب نيو. أذاكم اللقاء بورتو وإنتر ميلان، مواجهة ذهاب ثم نهائي دوري الأبطال، وقد هيمن بورتو البرتغالي على مجموعته الثانية متفوقا على كل من كلوب بروج البلجيكي وباير ليفركوزن الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، وتمكن بورتو من التأهل على حساب ممثل إسبانيا في الجولة الأخيرة بعد خسارة أول مباراتين يفوز في مباراة الأربع الموالية. أما إنتر ميلان الإيطالي فقد كان أنهى الدور الأول في الصف الثاني لمجموعته خلف بايرن ميونخ الألماني وأمام كل من برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي. إلى البرتغال، حيث عزز بنفيكا صدارته للدوري الممتاز بفضل انتصاره على أرضه على فريق بوافيشتا ب3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين برسم الجولة 21 من المسابقة، وانتظر صاحب الأرض حتى الدقيقة 55 للتقدم عبر جيلبرتو جونيور، لكن بوافيشتا سيدرك التعادل بعدها ب3 دقائق عبر يوسف أنجي، وضغط بنفيكا بعدها وتمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة جوناكو راموس قبل أن يحرز بنار موسى الهدف الثالث في الدقيقة 90، رفع بنفيكا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول متفوقا ب4 نقاط على غريمه التقليدي بورتو الذي يحتل. في إنجلترا، أعلن نادي ليدز يونايتد عن تعيين المدير الفني السابق لواتفورد خافي غراسيا مدربا جديدا له بشرط الحصول على تصريح عمل، وخلف غراسيا المدرب جيسي مارش الذي أقيل من منصب أوائل الشهر الجاري بعد قرابة عام من توليه المسؤولية. هذه هي التجربة الثانية للمدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة قضاها في واتفورد موسم 2018-2019، ولم يدرب غراسيا أي فريق منذ رحيله عن السد القطري شهر يونيو الماضي.
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن مواجهة الهلال السعودي حامل لقب مع فولاد الإيراني والدحيل القطري مع الشباب السعودي، وتقام مباراة الدور الربع نهائي يوم الخميس على أن تجرى مواجهة نصف نهائي يوم الأحد، ويسعى الهلال للفوز باللقب للمرة الخامسة وهو رقم قياسي للمرة الثالثة في 4 سنوات، وتستضيف قطر الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع بمباراة واحدة، والفائز من نصف نهائي سيلاقي أوروغواي الياباني المتأهل من شرق القارة، وذلك في النهائي الذي سيلعب عن مبارتين يوم 29 أبريل و6 من شهر ماي المقبل في سايتاما.